وقت التصوير كانت بتاخد اكل ايه معاها؟ بتحب الزبادي والباتون سالي. انا ليه بسال ده؟ لان وقت التصوير كان الوقت ده بيبقى طويل جدا، يعني انتوا مش متخيلين وقت التصوير الناس اللي بيصوروا الممثلين بيعانوا قد ايه، ده احنا في عصر معاناة السرعة، رهيبة. ده احنا في عصر احترام الممثل واحترام يعني الحاجات الحديثة خلت المسلسل يخلص في انجاز. يعني احنا كان زمان المسلسل ممكن مامي تقعد فيه 5 6 شهور كنت انت عمل. بتعملي ايه في الوقت ده؟ وبعدين نرجع في حته الاكل، انت كنت بتعملي في الوقت ده لما كانت تتسحل هي 5 6 شهور تصور حاجه؟ كانت موجودة ليها بصمتها، بمجرد وجودها يا سالي لدقايق عندها الكاريزما والملك، يعني الملكة بتاعت انها تسيب البصمة، تشوف واجباتي، تشوف لبسي، حاضرة معايا. انا طول عمري كنت عايشة، هي كانت هي الحبة ده ان عماتي يبقوا معانا في قلب البيت بحيث ان يبقاش متسابة. فربتني عمتي الكبيرة اللي هي بطة وبعدين فريدة، فهي كانت هي دايما حريصة الجو الأسري وتبقى ملمة بكل حاجة. يعني حتى في غيابها كانت دايما بالظبط محافظة على بالظبط كل بالظبط النمط، نمط في البيت عامل ازاي. بالظبط. أما طيب عن أكلها الأكل بقى، بقى، تاخد معاها الزبادي ده أساسي، تاخد معاها يا إما البقسماط العادي يا إما الباتون ساليه اللي هو بالكمون كانت بتحبه قوي، ممكن شرايح الشوفان اللي بالزعتر بتحبها مع الزبادي قوي، كانت تغمسها لحقت تدوق زي الشرايح القطة. بتاعتي بجد بتحبها قوي، بنجيبها بجد، على طول الله يرحمها وبناكلها يا رب. الله يرحمها. ده كان بالذات لان بتقولي بره ما بعرفش وما عنديش وقت وكده. وقت البريك كانت بقى اوقات تاخد لهم لكل الستاف، يعني سواء بقى امام الكاميرا او خلف الكاميرا، تاخد بقى الاورينتال فود، تاخد لهم كشري، تاخد مسقعه، تاخد حواوشي. يعني احنا كانت بنعمل بتهتم. حواوشي راب، ساميه بتعمل حواوشي راب، ده حلو كله جديد من ده. البيت. فتروح بقى تقول لهم انا جايبه لكم الغدا النهارده ويروحوا ياكلوا كلهم، بس في حاله انها طبخه للاستوديو كله اللي هم بقى 100 نفر او يعني كانت حاجه بتحب و90. تجمع زمايلها بالظبط زمايلها وتاكل معاهم. كل بيشتغل، من عامل الإضاءة الكاميرا مان للساوند، كله 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 كله. ما شاء الله.